وتذكروا ماذا حصل لآبائكم وأجدادكم في بلاد إب، في بلاد إب، في جيش يافع بقيادة قحطان بن معاذ بن عفيف وبقيادة السلطان بن هرهرة. قتلوا ذلك الجيش كله ولم ينجو منهم، كما قال أبو طالب حتى الشريد، حتى من ينقل الخبر جعلوا لهم كمينا خانقا، وقتلوهم عن آخرهم ولم يقتل من يافع حتى واحد، وهذا من فضل الله علينا. ثم قطعوا رأس رئيس الدولة المتوكل، قطعوا رأس ولده ورأس ولدي وزيره الشامي، وعلقوا رؤوسهما على الأشجار، وهذا كله من كتب الزيدية، وسمي ذلك الشعب إلى يومنا وساعتنا، سمي بشعب يافع إلى هذا الوقت، وهو مسجل بسبب هذا الانتصار وبسبب هذا الصمود أمام الفجار. هذه الأبيات للشاعر علي بن صالح بن أبي الرجال الصنعاني، المتوفي سنة 1135 هجرية. قال هذه الأبيات موبخا للإمام الزيدي المهدي محمد بن أحمد بن الحسن، والذي كان أحد أمراء الإمام الزيدية في شمال اليمن، وحاكما من عام 1098 هجرية إلى عام 1130 هجرية، وذلك بعد أن دخل جيش قبيلة يافع إلى البلاد الزيدية واستيلاؤهم على مدينة إب، والتي كانت تحت حكم الإمام الزيدية. وقال في أبياته: نام الخليفة عن أرباب دولته، وقطعت كيلات القوم والعدد، وزين القوم تأسيس المكاس له، وسيروا همهم في المكس واجتهدوا، فاستحسن المال والأكياس واطرحت تلك الجنود وتلك الخيل والعدد، فأقبلت يافع والأرض فارغة، ومالك الأمر والأعوان قد رقدوا، واستأصلوا جملة الأموال وارتحلوا، والنار في مهجة المهدي تتقد، وأصبحت إب من دون البلاء كأن لم تغن بالأمس، والأقطار ترتعد، والناهدات ذوات الحسن قد فقدت، وقسمت ما يرى في أهلها النهد، وهكذا من أضاع الجند متكلا على وزير لئيم رأيه نكدُ.